انا عايز اسال حضرتك هنا الجهات المشاركه مع حضراتكم، لانه في نشاط المجتمع المدني بشكل كبير في هذه المبادره، مبادره بر امان. هي طبعا المبادره بتقوم من خلال التحالف الوطني لدعم الاهلي التنموي اللي هو بيضم الجمعيات الكبيره في مصر ومعها جمعيات قاعديه في معظم المحافظات، بالاضافه الى مشاركه قويه من القطاع الخاص معانا برضو في تقديم الدعم والعون في تقديم المراكب لاخواتنا الصيادين. كمان عايز اضيف حاجه ان احنا الصيادين بيتم التامين عليهم، وعندنا في الاقصر منظومه التامين الشامل، التامين الصحي الشامل برضو بيكون لهم نصيب في منظومه التامين الصحي الشامل للصيادين اللي بياخدوا المراكب. يعني الدوله صراحه بتقدم رعايه قويه جدا لاخواتنا الصيادين من خلال مبادره بر امان. يعني احنا كده يعني على مستوى الجمهوريه في عدد ضخم يعتبر اللي اخذ المراكب، يعني معظم يعتبر يمكن 80% من الصيادين في مصر حصلوا على مراكب صغيره للصيد في النيل والبحيرات.